على ذكر التعليم، دعونا نشاهد الصورة التالية التي لدينا من الأردن، التي كانت مسار حديث كثيرة على السوشيال ميديا وأيضا عبر المواقع الإخبارية لأبو طارق. أبو طارق ظلت محاولاته من أجل الحصول على الثانوية العامة ممتدة ل 48 عام. نعم، أمام حضراتكم المواطن الأردني صالح المسمى أيضا بأبو طارق، الذي استطاع أن يجتاز امتحانات التوجيه في عمر 70. 6 من المحاولات حاولها من أجل الحصول على الثانوية التوجيهية، في كل مرة قبل المحاولة السادسة لم يستطع النجاح، إلا أنه في النهاية ومع بلوغه لعمر 70 استطاع النجاح أخيرا. قصة أصبحت حديث المواقع الإخبارية. تحدث للصحف قائلا بأنه لم يعتمد على أي مدرس خصوصي، ولكن ساعده أبناؤه وأحفاده في اجتياز الامتحانات أخيرا، وأنه كانت لديه همة عالية ومثابرة وحرص شديد على أن يحقق النجاح في النهاية بالرغم من تكرار المحاولة، إلا أنه لم ييأس مطلقا وأخيرا حصل على الشهادة الثانوية بعد محاولات بدأها عام 1973 وتكللت بالنجاح في عام 2021، ونحن نبارك له، وبلا شك يؤكد حرصه الشديد على التعليم. نعم، فاته القطار بعض الشيء، ولكنه كان حريص على أن يحصل على تلك الشهادة، كما كان لديه حرص أشد على تعليم أبنائه وأحفاده، وهو ما جعل هناك عامل مساعد له من أجل تحقيق النجاح.